مشاهدينا، هذه جولتنا في أبرز الموضوعات التي تناولها رواد مواقع التواصل. أستاذ شهاب، أنت عزيز، تعرف أنا بتقول لك. أخطأ الإعلامي اللبناني جورج قرداحي أثناء تقديمه تكريما للفنان هاني شاكر، فناداه باسم إيهاب مرتين قبل أن يصحح له الجمهور الاسم. جاء ذلك ضمن فعاليات مهرجان جرش. تم إيقاف رئيسة الاتحاد الصومالي لألعاب القوى بعد انتشار فيديو يظهر عداءة صومالية وهي تعدي أو تعدو في سباق 100 متر في المركز الأخير وبفارق أكثر من 8 ثوان بعد ثاني آخر عداءة. وتحقق وزارة الشباب والرياضة الصومالية في الأمر، وتقول إن رئيسة مؤسسة الألعاب القوى قد تم إيقافها بسبب إساءة استخدام السلطة والمحسوبية والتشهير باسم الأمة على الساحة الدولية. في الذكرى السنوية 3 لانفجار مرفأ بيروت الذي أودى بحياة أكثر من 220 شخصا وأسفر عن آلاف الجرحى، ما يزال ملف التحقيق بشأن الحادث طي النسيان ويواجه عراقيل عدة مرتبطة أساسا بالأزمة السياسية. الانفجار فاقم الأزمة الاقتصادية، وباتت الدولة معها عاجزة عن توفير أبسط الخدمات بما فيها الرعاية الصحية والاستشفاء.